مرة مساء الخير بشفيق عريش، والله العظيم لا صدفة خير من ألف ميعادية هذه. لا لا بالعكس 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 بالعكس، وشحال وحنا كنا كنقلبوا باش نتلاقاو، هي جات بلا نوية. الحمد لله جمعنا، وعواشر مبروكة اللي كيتبعونا والولاد الحي محمدي كاملين. صافي بلوغ صافي عارف ولاد الحي عارفين اش من زنقة سير بحال بحال. انا كنتمي بغيت نبقى فوالا كنتمي ليهم كاملين. لا 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 واخا بعد ماشي مشكل، ولكن كنجي ديما راك ضروري كتشوفني كنتساطحوا انا وياك بالصدفه، كتلقاني ديما في الحي، مستحيل نبعد على الحي محمدي ضروري صحابي طبعا. شنو ما يمكنش، وعلا انت ماشي من العشاق ديال الحي محمدي؟ ما راه قلتها في واحد الاغنيه ديال عيشيه بلاد المغرب، راه قلت ساريت بلاد العالم شفت حوايج عجبوني، وبحال زينك يا بلادي ما شافتش عيوني. يعني راه بلادي و طبعا هذه ديال سميتو، هذه وطنيه، اغنيه وطنيه ديالي انا، يعني عيشيه بلاد المغرب. مراد اسمر فنان ولد الحي محمدي، فنان عصامي، محب للفن من الصغر من الطفوله، انت عارف هذا الشيء من ايام الدراسه ومن قبل. المهم انا عاشق راك عارفني انا شنو قريت، درت الدراسه ديالي حتى هي كانت ما كانتش بعيده على الفن، لانني انا عطاني الله واحد جوج ميول، جوج انماط من الفن اللي هما الفن التشكيلي والموسيقى والغناء. دونك تخرجت من الفنون التشكيليه من ليكول دي بوزار، ليكول سوبيريور دي بوزار ديال كازابلانكا، دونك في قسم الدعايه والاشهار. ولكن من بعد مشيت للقاهرة، يعني مشيت لمصر باش نكمل دراسة في الموسيقى ونطور الموهبة، لأن الموهبة خاصها صقل وتطوير. ولكن ملي رجعت داك الشيء كله، داك الشيء الخلاصة ديال داك الشيء اللي استفدته كله راك عرفتي صبيته في الأغنية المغربية، والأغنية اللي أنا كنغني كنحاول نقلب على الكلمة، هذا هو المراد أسمر، كلمة الهادفة اللي قريبة من ولاد الشعب، اللي قريبة كل ما تبعت الفن كنت تبعت الفن. كاين سوى الفن اختارني وانا هو اللي كيختارك وانت كتختار، وما انا بالحد الساعه ما كنتخيلش راسي في شي حاجه اخرى من غير رغم لي زوبستاك اللي كانوا صعوبات، ولكن الحمد لله كاين ثاني شي حوايج زوينين ما نكونوش جاحدين. يعني كتشوف ناس كتسافر كاين ايجابيات، وانا ما يمكنش نخرج في من هذا الاطار ديال كوني نكون فنان. وجا من عند الله، راه هو اللي عندي في الحاله المدنيه، هو اللي عندي في لاكارت، هو الاسم ديال العائله. يعني راه قلت لك راه الفن هو اختارني، حتى السميه جات مصوبه يعني. اسمر طبعا بيان سور. اول حاجه انني ملي يلاه بديت كنشوف راسي، اول غنهضر على الكوتي ارتستيك الجانب الفني، اول ما بديت كنغني وداك الشيء الناس اللي كانوا كينتبهوا ليا الموهبه ديالي طبعا هما الاساتذه ديال مدرسه عمر بن الخطاب ومدرسه المستقبل، اعداديه المستقبل وثانويه مصطفى المعاني. دونك والاول فنان اللي كان شهد ليا وطبع ليا وعطاني يعني الاوكي انني ممكن نستمر في الفن هو السي محمد باطمه الله يرحمه. دونك احنا ديما هذا الجو هذا اللي كنا كنعيشوا في الحي محمدي وسينما السعاده، وكنحفظوا الاغاني ديال الهنود وهذا، وتشبعنا بالاغاني ديال الغيوان والمشاهب، هذا كله كان يعني واحد شنقول لك واحد الجو ما بالنسبه لنا احنا ما عندوش ثمن، ما كيتعوضش، وماشي غير انا بوحدي، اكيد حتى ولاد الحي محمدي اللي بعدوا ولا هاجروا عندهم نفس الاحساس. لا ماشي شعبي، انا كنغني اغنيه ملتزمه ولكن اللمسه ديالها مغربيه، الاغنيه جاده نوعا ما، ولكن لا توش إيه لا هذه اغنيه عصريه كتسمى، ولكن الشعبي انا من عشاق الفن الشعبي، ولكن الفن الشعبي الحقيقي ماشي العيطه طبعا تراث كيفتخر به، ماشي غير ولا المغاربه كلهم كيفتخروا بالعيطه، لان العيط من اصعب الفنون اللي كاينه وصعيبه في يعني من اصعب الفنون اللي كاينه ومن اصعب بخير ومن اصعب ومن اجمل ومن اصعب الفنون اللي كاينه في الوطن العربي. طبعا يعني قلت لك اول واحد اللي كان بصم ليا هو السي محمد باطمه المشاهد.
يعني كان انا ما نقول لك واحد القضيه انا ما كنت اييه فعلا وجهني اييه فعلا فعلا الله يرحمه. وانا اصلا كنت من العشاق ديالو كنت باقي صغير وكان جا سمعني اول مره في الحي المحمدي حدا سينما السعاده وقال لي لا صوتك من غوم و... لا لا ماشي تلقائي شي دراري ولاد الدرب كانوا كيقراو معانا حدا السعاده وراك عرفتي قالوا لي راه كاين واحد الدري كيغني كذا كان سمعوه هذا ومسكين بالعفويه ديالو جيت عنده بواحد الطريقه ماشي قال لي بلاي يعني جلس بوطونه غني بواحد الطريقه خرج مني الغناء خلاني كنغني بلا ما نعيق بلا ما نشعر. هذه اللي بقيت عاقل على ان عرفته فنان ومحترف وفنان كبير. وملي غنيت قال لي لا 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 حبس قال لي صوتك من غوم وفنان وعندك احساس زوين يعني بديت كنحس ان كاينه شي حاجه اللي كتستحق انني نجتهد فيها ونمشي فيها يعني اغاني راه كلها في هذا المصب. على الاغاني ديالي راه شوف راه ملي كتدخل كتقرا غير التعليقات اللي فيها كتلقى كل واحد كيقول كتغني عليا لان انا ديما كنبغي نغني على لا ولاد الشعب اللي كيشبهوا لي وبحالي مني منهم دونك ما عنديش هذاك يمكن امنش بالموجه والبوز والناس راه كتبغي هذا اللون اكثر من ما كتبغي ذاك الزواق اللي كيصحابوه هو من عند الله وما كان لا كلمات كنشوفهم انا كنشوف شي موقف قدامي يا اما عشته ولا عايشته يا اما عشته انا شخصيا يا اما عايشته كما هو الامر مثلا في اغنيه الصبيه اللي غنيت انا اللي كتبت من كلماتي والحاني وغنتها اسماء المنور هذيك اغنيه عايشتها شفت مواقف وهذا وخلتني نكتب بديك اسماء المنور اي صبيه اغنيه معروفه واش مشيتي تما باش تتكون ولا مشيتي كانك مغني محترف؟ لا مشيت كمغني محترف ومشيت باش نزيد نطور وكنت كندرس في مركز الحفني عند الشيخ محمد الهلباوي الله يرحمه توا شيخ الدينيه واحد المركز تابع لدار الاوبرا المصريه ودرست عند اساتذه يعني في الخاص وكنت كندير الحفلات انا اللي كنت كننظم الحفلات ديال السفاره المغربيه لمده 5 سنين كنديروا حفلات في المناسبات الوطنيه بحال اكيد طبعا غير هو دخل جات واحد النقله اللي ما بقاش شركات الانتاج وليتي كتولد شي ديال العولمه ولا عالم اخر وانا اساسا كنت مركز بزاف واخا انا في مصر وعندي ناس كيبغوني وتعرفت على ناس وفنانين ونجوم وهذا ولكن كنت مركز بزاف في الاغنيه المغربيه بزاف 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 اش غادي نقول لك بزاف ما نقدرش نحصر لك بزاف الفنانين بزاف ايهاب توفيق عصام كريك بزاف راه خاف نقول سميات وما نقول سميات اخرين اللهم راه كاين بزاف الفنانين راه كتشوفهم عندي في الصفحه ديالي في الفيسبوك اللي كنبغيها كفن طبعا اللي كيعرف مراد اسمر يقول غير كيبغي نعيمة سميح طبعا اكيد لان فنانه المغرب الاولى يعني غتبقى فوريفر غتبقى هي الاولى يعني غتبقى دائما الطوب ولكن كنبغي سي محمد الحياني الله يرحمه كنبغي هذا سي محمد رويشه الله يرحمه كنبغي لا بلاتي غنقولوا الموتى بعدا الجديد لي جده والبالي لا طبعا عندنا اصوات جميله حاليا كنبغي جنات كنبغي اسماء المنور كنبغي بزاف كاين فنانين اللي كيعجبوني اغانيهم وستيلهم في الغناء حاتم عمور يعني كاين شباب اللي زوينين سعد طبعا سعد مجرد وهذا يعني فنانين زوينين كلهم كنبغيهم وكنبغي نسمع لهم وهذا هدى سعد كنبغي اغانيها وستيلها اللي درت معاهم ديو في المغاربه درت مع زينه الداوديه قالوا علينا ودرت مع عائشه تاشينويت دو ديو جوج اغاني ديو هي دابا انا داخل الاستوديو عندي واحد جوج اغاني كنخدم عليهم ان شاء الله قريبا غيشوفوا النور من بعد ما درت اغنيه ديال غاديه عليا واغنيه ديال عيد ميلاد الامير مولاي الحسن اللي هي عيد ميلادك يا الحسن كنوجد في اغاني اخرين نتمنى ان شاء الله يعجبوا الجمهور المغربي. كان عندي واحد التجربه ما كملاتش ولكن دابا باقي ما هاد الساعه ما كاين والو ما كملاتش لي ظروف شوف نقول لك واش مغربيه ولا لا 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 في مصر في مصر مصر هذه بقات يلاه كنت فيها يلاه كنت فيها قبل من كورونا لا ولكن ما بقيتش وليت كنمشي زياره وكنجلس شويه وكنجي ما بقيتش مستقر كما كنت في الاول
بالعكس كندوز في الشاشه بزاف. لا بالعكس ايه، ولكن ما يمكنش تبقى تبان غير مجرد باش تبان ويشوفوك الناس، راه خص تكون عندك شي حاجه ديال المرايه ولا ايه ولا فوالا، راه ملي كتكون عندك شي حاجه راه كتبان، ما عندكش شي حاجه تكمش، فكر في شي حاجه اخرى، ماشي غير تبان باش يشوفوك الناس في الزنقه ويشاوروا عليك. راه ما عرفتش بينك وبين الخير، وانت اش عارف اشنو بان لك وياه الخيل راه من زمان كاين عندي واحد 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 الدراوي بحالي حباشي لا لا قالوا الحباشة قالوا كمان بسر بسر لا لا ويلي تتاه هاد العود عندك استاتي لا هو عربي بغا نقولوا عربي بربري صافي عود ديال المغرب ديال الفانتازيا ولكن كنركب بواحد الطريقه ويسترن. عندي الخيل، عندي الرسم، عندي طبعا انا من عشاق الطبيعه بزاف، كنبغي نشوف المهم الفلاحه كندير فيها شويه يدي، داكشي اللي قدرت عليه عزيزه عليا بزاف. هادشي اللي كاين البحر ولاد الحي محمدي ديما هنا وديما في القلب، والدراري ديال الدرب والدراري اللي قراو معايا واللي شجعوني في المدرسه كلهم كنقول لهم تحيه كبيره، وكنتمنى نشوفهم وكنشوف بزاف منهم الحمد لله، مازال على تواصل على مع واحد المجموعه كبيره منهم، وكاين شي وحدين اخرين اللي كنتمنى نشوفهم، وحتى اللي شافني من هذا المنبر كنقول ليه الله يلاقينا في ساعه الخير، وراكم ديما عزاز وديما في القلب. الله يبارك فيك. الله يجيب الشفاء للوالدين. امين اخويا، الله يحفظك ويجزيك.